السلام عليكم. بيان للرئاسة: الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة ثمن كوبي الزلزال. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قررت الجزائر فتح المجال الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب. وحسب ما جاء في بيان الرئاسة السبت، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ولوضع كافة الإمكانيات المدنية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق. وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين إلى المناطق المنكوبة حسب ما وصف البيان. وفي وقت سابق قال بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تقدم تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، وأكدت أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. يذكر أن الجزائر قررت في 24 أغسطس 2021 قطع العلاقة الدبلوماسية مع المغرب بسبب خلافات على عدة ملفات أبرزها قضية الصحراء، لكن القنصليات في البلدين ستظل مفتوحة. وشمل قرار قطع العلاقة وقف حركة الطيران بين البلدين. وأدى زلزال كبير ضرب المغرب إلى مقتل أكثر من 800 شخص، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 3000 شخص باتوا في عداد المنكوبين. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.